بنغمات أصيلة من عيون التراث الشعبي الجزائري، يتحف الفنان عبد القادر شاو جمهور الدورة 13 من مهرجان موازين قاعة العالم. هكذا انتقى رائد الأغنية الشعبية في الجزائر أشهر النصوص التي غناها عبر مسيرته الطويلة ليهديها لجمهور متعدد الشرائح غصت به قاعة لارونيسانس، في شهادة على أن الطرب الأصيل ما زال له عشاقه ومريدوه. وأنشد الفنان الجزائري الكبير الذي يزخر ريبرتواره عبر مساره الفني الطويل بأزيد من 300 أغنية باقة من أغانيه الشهيرة، وهي الأغاني التي أكسبت عبد القادر شاو شهرته الفنية منذ سبعينيات القرن الماضي. راني نحددك بحديك المعنى كون فاهم معناك، توب ودمع الفعايل كون ساشاين فات، راسي لين والخير يجازي الله يرفع له درجاته، في هدي وهدي كنال كتير الحسنات.